بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من برنامجكم اسأل مع دعاء على الهواء مباشرة. الحقيقة كلنا مشغولين بفكرة الموت وبالنهايات بشكل عام، وأحيانا نتخصص بقى أكتر وننشغل بطب سكرات الموت ممكن تبقى عاملة إزاي أو شكلها إيه، ودايما بندعي إنه يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. في ناس يعني بتدعي الدعاء ده وخلاص، وهي مش عارفة قوي تحدد ايه ممكن يكون شكل حسن الخاتمة بتاعها. وفي ناس طول الوقت في الدنيا طول ما احنا ماشيين بيقعدوا يحكوا على علامات حسن الخاتمة بتاعت يعني الناس اللي توفوا، فيقول لك يا سلام ده مات في يوم جمعة، ده الجنازة كانت ماشية كانت زحمة جدا، ده الجامع كان زحمة جدا، ده النعش كان بيجري، دي وهي بتتغسل كان وشها بيضحك، ده رفع ايده كانه بيتشاهد. كلها كلام احنا مش عارفين مدى صحته، من هل هو كلام ناس عوام يعني ولا كلام له اصل شرعي. احنا فتحنا ملف الموت الحلقه اللي فاتت، ذكرنا ذكر الموت كم مره في القران الكريم واستشهدنا بايات كثيره تحدثت عن الموت. هنبتدي بقى ناخد السلسله كده والرحله، رحلة الآخرة اللي هي إن شاء الله تكون رحلة جميلة أحلى من رحلة الدنيا اللي كلها شقاء وتعب، إن شاء الله تكون رحلة راحة بجد. فإحنا هناخد بقى فكرة والروح بتطلع وعلامات حسن الخاتمة مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء. اسأل مع دعاء وصل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم على محمد. حسن الخاتمة، أو تعالي نقول الخاتمة. الخاتمة أستاذتنا والمشاهدين اللي معانا، صندوق مغلق لا يعلم ما بداخله إلا الله. وفي حديث مخيف، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيما يبدو للناس، حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا، خلاص حوالي نص متر خير، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خلاص كملوا بين الجنة إيه نص متر. فيسبق، هنترجم دلوقتي، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، وفي رواية الزمان الطويل، وفي رواية فيما يبدو للناس، حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراعا، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نترجم بقى، نترجم، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإنسان نوعين، الناس نوعين، نوع بيعمل طول حياته أعمال الخير، صلاة وصيام وزكاة وحج زمان طويل، والرواية اللي تخلصنا من القصة دي عند أهل السنن فيما يبدو للناس، ما يبقاش بينه وبين الجنة إلا خلاص فركة كعبة زي ما بيقولوا يعني، فيسبق عليه كتابه. إيه كتابه؟ ما كتب عليه عند الله في القديم الأزلي. طب هو ربنا يعني مش هيدخلنا الجنة؟ لا، هو ربنا علم بعلمه السابق بعلمه الأزلي إن فلان ده هيأتي قبل الموت وتزل قدمه، فكتب أنه سيفعل كذا فيدخل النار. والعكس صحيح، واحد بيعمل عمل أهل النار طول حياته فيما يبدو للناس، وعشان هو من جواه نظيف ومن جواه كويس، فيسبق، خلاص هو بينه وبين النار فركة كعب، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلذلك أنا بقول لما تلاقي حد عاصي أو حد مذنب أو حد بعيد عن ربنا أو حد ما بيصليش وانت بتصلي وقريب من ربنا، ما تقولش لا ده في النار، تقولش لا ده في الجحيم، ما تعرفش الخاتمة هتبقى حسنة لمين وسيئة لمين. مرعب فعلا. وشوف الحديث ده بقى الجميل ده، من ضمن علامات حسن الخاتمة اللي هو التوفيق للعمل الصالح قبل الموت. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل قوي، حديث هناخد بسرعة كده. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. عارف العسل يعني ايه؟ قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه الله، وفي رواية ويرضى عنه أحبابه، وفي رواية ويرضى عنه جيرانه، وفي رواية فيقبضه على ذلك. ايه رأيك في الحديث ده؟ حديث تاني،
إذا أحب الله بعمل خيرا استعمله. والأحاديث الصحيحة قيل وما استعمله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فاللهم وفقنا لعمل صالح قبل موتنا واقبضنا عليه. شوفوا مجموع الروايات بقى حديث جميل قوي. يا بخت يا أستاذة اللي بيموت وهو ساجد، ويا بخت اللي بيموت وهو بيتصدق، ويا بخت اللي بيموت وهو صايم. عندك دليل بالكلام ده؟ أمال إيه؟ عمل صالح. أهم علامة من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه ربه فمات عليها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بعدها دخل الجنة. فمن من علامات حسن الخاتمة القبض على الأعمال الإيه؟ الصالح. الصالح. طيب تليفونات هتبقى كتيرة إن شاء الله. الحلقات دي الناس بتحبها. حنين ازيك يا أستاذة دعاء؟ أهلا يا حنين، ازيك؟ أنا بحبك جدا بصراحة. الله يكرمك، شكرا جزيلا. اتفضلي. ممكن أسأل الشيخ أحمد بس على حاجة؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا بحبك في الله جدا جدا جدا. الله يرضى عنك، الله يسترك. عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي يا حنين. عندي اختي هي حاجه و30 سنه ومهتمه جدا جدا بموضوع الابراج ده، وكل ما يتقدم لها حد وتقعد معاه قاعده وتسال انت برجك ايه والكلام ده، لا اصل مش هيتوافق مع البرج بتاعي، اصل هو قبل ما يحصل خطوبه ولا قبل ما يحصل اي حاجه. وعندي ناس كتير جدا في يعني في عائلتنا مهتمين جدا بالموضوع ده. فعايز اسال الواحد يصدق في المواضيع دي ولا اصلا حرام ولا ايه؟ طيب السؤال التاني مين قوي؟ لا ده انت مش عارف طبعا ناري والكلام دي حاجات كده بصراحه ما بقتنعش بيها. طيب وعندي سؤال تاني. عندي حد برضه في عائلتنا هو كبير برضه، بس مش هو بيصلي بس بيقطع في الصلاة، بس دايما دايما مواظب على ذكر الله، ودايما يعني بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كتير. فعايز أسأل هي الصلاة والأذكار دي بتتحسب له وهو بيقطع في الصلاة ولا لا؟ ومتشكرة لك جدا. شكرا ليكي. أم هبة السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا بنتي عامله ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا مهيبه؟ ازي حضرتك؟ اتفضلي. كان ليا بس سؤالين. السؤال الاول عايزه اعرف بس سنه الفجر ينفع بعديها؟ عشان ما بلحقش يعني اصليها قبليه، ساعات بصحى يعني واخري ما بعرفش يعني بصلي بعديه، جايزه ولا لا؟ والسؤال الثاني هو سؤال انساني، يا ربي يسترها معاك، وانا عليا ديون كتير، مش عايزه اي حاجه في ايدي، عايزه حد يدفع لي بس النور، بس يعني النور بس، حد يدفعه لي، ياخد الوصل يدفعه لي، انا مش عايزه فلوس في ايدي والله، والله العظيم كلامي حقيقي والله، وتاكدوا من كل حاجه. سيبي رقم تليفون. حاضر. طيب اختها بتقول لك ايه؟ هي مهتمه بالابراج، وكل ما جه لها عريس تساله انت برج ايه؟ لا ده البرج ده مش هيمشي مع البرج بتاعي الكلام ده. بس يا فندم موضوع الابراج، هي الابراج الاول هي الكواكب والنجوم وعلم الفضاء وارتباطه بعلم الدنيا والحياه. هنفرق بين حاجتين. الابراج كعلم يدرس وفي رسائل علميه كبيره ومحترمه، والابراج كاعتماد عليه لعلم الغيب. احنا معاه كعلم ودراسه وتقدم زي الفل، ونشجع الناس وعايزين نطلع القمر بقى. انما الاعتماد عليه كعلم الغيب هذا لا يجوز شرعا. قال الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبعدين الأبراج لو كان فيها خير ما كان سيدنا النبي اشتغل بيها، كان قال بقى عائشة برج إيه وأنا برج إيه وأبو بكر يقول دي برج إيه. إحنا ما أهالينا يا جماعة زمان، وحضرتك معايا دعاء هانم، هم أهالينا كانوا يعرفوا الأبراج. لا. أجدادنا كانوا يعرفوا الأبراج. ما إحنا عارفينها برضو ومش مش ظابطة. أنا, أنا 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 شخصيا لا أعتقد فيها لا من قريب ولا من أعتقد فيها أعتقد إنما أنا أعتقد فيها كعلم. كعلم يدرس ويدرس ما فيش مشكلة، إنما الاعتماد عليه مش عارف برج العقرب لو اتجوز برج الحوت مش عارف يحصل ايه، ده كلام لا أنزل الله به من سلطان. والمش عارف 2020 منها يموت ومنها يحيى ومنها يكبر ومنها هذا لا يجوز شرعا، ومن آمن به فقد كفر بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تمام كده والله أعلم. طيب اللي بيصلي وبيقطع وبعدين دائم ذكر بقى دائم الذكر، فبتقول لك ده ان هو الذكر الاذكار دي تتحسب له وهو بيقطع. العبادات كلها العبادات كلها على راسنا وفي اعيننا. بس اي عباده بدون صلاه لا قيمه لها. اقول تاني بالبلدي كده، الصلاه من العبادات بمنزله الراس من الجسد. العبادات هي الاعضاء البقيه، انما الراس هي الايه؟ هي الصلاه. وسيدنا النبي قال كده اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. فان صلحت
صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. يعني الأذكار والعبادات التانية مش مقبولة؟ لا مقبولة وزي الفل، بس بدون صلاة لا قيمة لها. عارفة صلاة بقى بدون أذكار وحاجات تانية ممكن الصلاة تغفر. طيب صلاة الفجر ما بتلحقهاش؟ بص يا فندم، موضوع صلاة الفجر بكل بساطة، احنا عندنا فريضة وعندنا سنة. حلو كده. السنة اللي هي الركعتين اللي قبل الفجر، اللي سيدنا النبي قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هم قبل الفجر. وسنة الفجر قبل مش بعد. امتى؟ طب والفرض؟ ما دول الرسول يقصد السنة. ده برأي جمهور الفقهاء. حتى العلماء قالوا إذا كان الرسول قال على السنة في وقت الفجر، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أمال الصلاة نفسها بقى؟ الركعتين دول اسمهم الفجر، إنما الفريضة ممكن نسميها الصبح ماشي، الفجر ماشي، الغداء برضو ماشي. المهم عشان ما نلخبطش الناس اللي بيشاهدونا، في عندنا سنة وفي عندنا فريضة. السنة الأول بصلى ركعتين، سيدنا النبي كان بيصليها، بيقول الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة قل الله أحد. دايما النبي كان بيصليهم كده، اللي هم قبل الفجر. دول قبل الشروق؟ لا ملوش دعوة بالشروق، لسه احنا في وقت الفجر، لسه احنا دلوقتي قمنا والفجر نفهم. بيقول الصلاة خير من النوم. على أذان الفجر أتوضى وأصلي السنة. طب احنا قمنا بعد ما الفجر اتدن؟ لا ما انا هقول اهو بقى، بس الشروق ما جاش. أصلي السنة اهوت، اجيب الركعتين السنة الفاتحة وقل يا الكافرون وبعدين الفاتحة قل الله أحد، وبعد كده أصلي الفرض. أقول بقى أنا وقت أصلي الفجر ماشي، الصبح ماشي، الناس بتتلخبط، أصلي الفرض وخلاص. طب دلوقتي السنة قبل، طب امتى صليها بعد؟ لو أنا كراجل نازل أصلي الفجر في المسجد واتأخرت ولقيت الجماعة بتصلي، ما ينفعش أصلي السنة، أصلي الفرض الأول وبعد كده أجيب السنة. طول ما لسه في عندنا وقت بقى، الستات في بيوت، في البيوت بقى، أو اللي بيصلي في مصانعهم أو في شركاتهم أو في أماكنهم، طول ما في وقت قبل الشروق إن أنا أجيب فيه السنة الأول وبعدين الفرض، يبقى السنة مقدمة. طب الشروق جه خلاص قفز عليا وهيعديني وقت الفجر، لأن وقت الفجر لحد الشروق بس، بعد كده قضاء، يبقى أجيب الفرض. الفرض الأول وبعد كده أجيب السنة بس. طب الشروق قام بقى، لأن في بعض الناس ما صحيتش بقى، في بعض الناس بعد ما يقوم والشمس طلعت يقول لك خلاص الفجر وقع من عليا، خلاص مش هصلي. لا ما فيش حاجة اسمها مش هصلي، لا بتصلي ركعتين الصبح، بتصلي الصبح، الصبح الفرض وبعد كده السنة. تقلبي بقى، أقلب، لأن خلاص كده ما في الوقت، كده كده عدى، فتقدم بقى هنا الفريضة. احنا دلوقتي فكرة ان احنا في امهات او في ناس ستات او في رجالة او في حد، المهم يعني ايه، ممكن تعديه صلاة الفجر، ممكن تعديه الوقت بتاع الفجر ويصحى على الشروق بعد الشروق. تصحى 6 تصحى 6 ونص. عارفة يا فندم، انا مش عارفة الشروق من فاته الساعة. الشروق تقريبا على 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 6 وحاجة يعني. من فاته صلاة، من فاتته صلاة الفجر فقد فاته خير كثير. قيل لأحد الحكماء ما أجمل. انما هل الفرض يقع؟ لا ما يقعش. بص يا فندم، النقطة المهمة هنا بقى. قيل لأحد الحكماء ما أنقى الهواء في وقت الفجر. قال لأن الهواء خالي من أنفاس المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى خص صلاتين اتنين المنافقين ما يصلوهاش، العشاء والفجر. سيدنا النبي قال أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العتمة وصلاة الصبح. العتمة اللي هي العشاء، والصبح اللي هي الفجر. ولذلك لما تلاقي واحد يكسل يا جماعة صلاة الفجر منافق، واللي يكسل عن العشاء منافق. ليه؟ أثقل صلاتين على المنافقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. طب دلوقتي الشروق عدى خلاص، أنا الصلاة عدتني. السؤال هنا، لو أنا دلوقتي فاتني الظهر وقمت بعد الفجر أو اتشغلت، أصلي تمام كده رغم أن العصر إيه؟ أذن. كذلك برضو الصبح موجود عليا وحمل على راسي، حتى لو الشروق جه برضو أصليه، بس اسمه قضاء، كأني بسدد حاجة دين علي. تمام. علي معانا؟ علي ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ علي. ازيك يا استاذ دعاء؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اتفضل. بسلم على الشيخ احمد. والله الله يسترك، اهلا وسهلا. انا يعني كنت بتابع المنكرات دي في سي دايما يعني. الله يحفظك، احنا بقينا هنا بقى الاصل هنا مع دعاء ان شاء الله. اتفضل. دعاء والله عندي سؤال يا استاذ دعاء. اتفضل. بقول لحضرتك في ناس حضرتك يعني ظلم اخويا كتير والله العظيم، يعني الظلم كبير قوي، وفي يعني مراته ويعني جوزها ومراته يعني ظلم اخويا قوي كتير يعني حضرتك يعني ظلم قوي. ودلوقتي حضرتك يعني وربنا يعني وهي مراته سمعنا اللي هي يعني فتحت بطنها
مش عارف لو هي فتحت بطنها تاني. السؤال هنا يعني هل ربنا ممكن يظلم حد؟ ممكن ربنا يعني يبتديه يعني ويبتديه يعني؟ حاضر 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 حاضر. طيب يا استاذ علي، هو اخته هو اخوه اتظلم؟ بيتكلم اخوه اللي ظلم من مراته؟ من مراته واولاده. هو على ما فهمت يعني، وانه هي فتحت بطنها دي مش قادره افهمها يعني. ممكن تكون عملت عمليه ولا حاجه، او يعني هل هو بيسال بقى؟ والله اعلم. ان انا فهمته ان ممكن يكون ربنا بيعاقبها، يعني بيعاقبها ان هي ظالمه فابتلاها بعمليه جراحيه او ابتلاها بمرض معين. الامور اللي زي دي يا حاج علي، انت على راسي من فوق، ربنا يكرمك. الامور اللي زي ديت لازم اسمع من الطرفين. طبعا، لان الحكماء قالوا كده، قالوا اذا جاءك احد الخصمين عينه مفقوقه شيل على كفه. اوعى يضحك عليك وتحكم له. ليه؟ تخيل بقى، حتى ترى الخصم الاخر فربما عيناه مفقوقتان. احيانا بيجي لي مثلا في المسجد او في المكتب واحد بصالحه على زوجته، فيجي الراجل يبكي وزوجته ظلماني وزوجته مطلعه اسلافي وزوجته منها. اقول له طب اسمع زوجتك. تيجي زوجته ابقى عايز اعلقه، عايز اضربه. والعكس. أيوة. فانا بوصي هوت الحكماء اللي بيحكموا بين الناس، اسمع من الطرفين. والافضل كمان ان انت تسمع من الطرفين الاول، كل واحد لوحده، وفي الاخر تجمعهم قصاد بعض. تمام. بس طيب، حاجه زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا حاجه. دلوقتي انا عايزه افهم حسن الخاتمه دي. يعني هو زوجي مات بقاله يجي سنه. ايوه. بس كان عيان بقاله سنه وسبعة اشهر. ايوه. هل هو كده ده هو كان عنده كانسر؟ الله. فجات له غيبوبه في رمضان. وما صلاش، هو كان بيصلي، كان بيقوم بيصلي وهو عيان. هل وبعدين احنا لما جه يطلع في الروح، انا افتكرت ان هو فيه زوره فيه حاجه، عمال اقول له طلع 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 اللي في زورك، طلع اللي في زورك. فالطريقه الروح. الله اكبر. عينه وقفت على طول، وبعدين انا اتخضيت. الله يرحمه. فهل هو كان عنده كانسر في جميع جسمه؟ ايوه. وفي بطنه وفي كله، ودراعه اتكسر وكله، ده اتعذب سنه وسبعة اشهر. ولما طلعت روحه يعني انت حسيتي ان هو كانت روحه طالعه بصعوبه؟ بس لا، بسهوله. لا مش بصعوبه، انا انا بس اللي صعبتها خلدت. لاني انا مش ما اول مره اشوف حاجه طبعا زي كده. هي فوجئت طبعا. طيب. هو بيقولوا للمبطون شهيد. اي نعم. لسه بشرى ان شاء الله لحضرتك. طيب. ان شاء الله. شكرا يا حاجه زينب. حضرتك. احنا هنختم علشان نلحق عشان الوقت. بص سريعا، تحيه لحاجه زينب وكل ست محترمه بنت اصول زي دي داخله تتصل وتطمن على جوزها. دي بنت اصول محترمه. تحياتي لكل زوجه بنت اصول محترمه. الحاجه زينب ببشرها زوجها الاول، ربنا يغفر له ويرحمه وجميع موتانا يا رب العالمين. بقول لها اللي ميت بالكانسر او بالسرطان، اللهم اشف كل مريض يا رب، ده شهيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تعدون الشهيد فيكم، وهو بيزور احد الصحابه، فقال له من مات في سبيل الله يقاتل في سبيل الله. قال لا، اذا شهداء امتي لقليل. خدي بقى بمجموع الروايات، ادعوها يعني مجموع الروايات اللي انا تعبت في تجميعها يعني بسرعه كده. قال المبطون شهيد، وصاحب الجنب شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والشريق شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد، ومن وكسته الدابة راكب على فرسه أو على جمله وقع ودسته فهو شهيد. وده يدخل فيها العربية بقى. الحوادث برضو يدخل فيها الحوادث. تمام كده. والمرأة تموت بجمع يقتلها جنينها فهي شهيدة، ويجرها بسروره يعني بالحبل السري يوم القيامة فهي شهيدة، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات مدافعا عن عرضه فهو شهيد، ومن مات مدافعا عن وطنه فهو شهيد، ومن مات وهو يطلب رزقه هو بيجري على أكل عيشه فهو شهيد. والمطعون شهيد. طيب. أنا المطعون اللي هو إيه؟ الطاعون أو الطاعون. الطاعون اللي هو المرض الذي لا علاج له، اللي هو النهاردة زي السرطان، أي مرض ملوش علاج يتحط مع الطاعون. شهيد. يعني احنا بنخلص بس كان نفسي اسال العلامات زي يوم الجمعه اللي مش عارفه كمان المره الجايه. المره الجايه العلامات دي مهمه. لازم علامات حسن الخاتمه نترجمها المره الجايه مع بعضها ان شاء الله. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصباغ. بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل فقره مسجله من مؤسسه بهيه لاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
طبعا احنا النهارده فرحانين جدا بزياره الفنانه الجميله كارمن سليمان والملحن المتميز مصطفى جاد. احنا بقالنا فتره طويله بنكلمهم عشان يجوا، بس هم بيسافروا كتير ومشاغلهم كتير، لكن هم من اول مره كلمناهم هم نفسهم جدا يجوا، بس الحمد لله يعني كل حاجه في اوانها. بس ان شاء الله احنا بنطلب منهم ان الزياره دي تبقى بدايه تعاون. احنا النهارده ان شاء الله يعني هنرقب الفنانه الجميله كارمن سليمان تبقى سفيره البهيه، وان شاء الله هتقبل باذن الله بندبسها على الهواء. احنا بهيه الحمد لله استقبلنا في الخمس سنين حوالي 115,000 سيده مصريه. ال 115,000 دول كانوا قلقانين وكانوا فاكرين ان عندهم المرض. طلع اكتر من 105,000 ما عندهمش حاجه، فاطمنوا واهلهم اطمنوا عليهم واحنا كمان اطمنا عليهم. وفي حوالي 8,000 بيتعالجوا في بهيه، جزء كبير خلص علاج وخف الحمد لله، وجزء كبير بيكمل علاج وان شاء الله كلهم يخفوا ونطمن عليهم. فالاهميه بتاعت التوعيه دي مهمه جدا عندنا. عندنا كمان دور مهم جدا هو الكشف المبكر بقى فعليا. احنا اما كشفنا على 115,000 ده رقم كبير جدا جدا في اقل من 5 سنين. اول ما فتحنا المستشفى كان عندنا وحده واحده للكشف المبكر. اهل الخير والداعمين والسفراء ساعدونا وخلوا عندنا 3 وحدات بدل وحده واحده للكشف المبكر جوه نفس المكان. الحمد لله كان عندنا استقبال في اليوم متوسطه في اول سنه 50 حالة، النهارده بنستقبل 500 حالة في اليوم، وده طبعا رقم كبير برضو من اهل الخير الحمد لله. بعد الكشف المبكر بتيجي مرحله العلاج اللي احنا بنامل من ربنا دايما انها تبقى مرحله اولى لو واحده عيانه، لان زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى بسيط جدا واحنا ده بنستهدفه والحمد لله قادرين نحققه. الحمد لله كمان اي مريضه بتيجي بهيه بتبقى مسؤوليه اللي هي مدى الحياه، يعني واحده جت النهارده عملت كشف مبكر كل سنه بتيجي بصفه دوريه تعمل الكشف المبكر. لا قدر الله بعد 20 سنه واحده من ال 100,000 طلعت عندها اصابه بتتعالج فورا من غير بقى ما تكلم كول سنتر او كده. شرفتينا ونورتي بهيه. انا اسمي نهد سعدي، احد محاربات بهية واحد تيم البي ار دلوقتي، والحمد لله احب اعرف نفسي اني احد متطوعات بهية في قسم المتطوعين والدعم النفسي. الحقيقه انا متطوعه يمكن من 2014، دخلت بهية كمريضه في 2017. الحمد لله رب العالمين. انا دايما اقول انا داخله مرحله ثالثه، لكن الحمد لله ربنا كريم علينا بان في حاجه اسمها اداره المتطوعين والدعم النفسي، بتفرق جدا معانا، بتخلينا نقدر نكمل مراحل العلاج، نقدر نحارب مرض زي ده. اغلب محارباتنا بيتخلوا عنهم اهلهم او زوجها او اولادها، وقت دوت بتحس ان هو ده بيت عيلتها، هو ده بيت العيله بالنسبه لها. الامهات اللي موجوده هي معانا، اخواتنا، الاداره نفسها بيحسوا ان هم مفيش فرق بين حد موظف وحد موجود بيتعالج، مفيش الاكسبريشن ده مش عند حد. الحقيقة إدارة المتطوعين هي فيها قسمين، في قسم متطوعين شباب هم متبرعين بوقتهم لبهية، في قسم تاني هو المحاربات اللي زي ناهد كتير قرروا ان هم يكونوا موجودين ويكونوا مع المحاربة من اول ما بتدخل المستشفى ويجي الدكتور يقول لها خبر ان هي مريضة بريست كانسر. بيفرق معها جدا وقت ما بتعرف ان في واحده واقفه على رجليها، انت بتتعالجي، طب الكيماوي اخباره ايه، العمليه اخبارها ايه. بهيه بتهتم بكل تفصيله للمريضه من اول ما بتدخل بهيه. يمكن بهيه كمان من المؤسسات اللي بتساعدنا نفسيا في اني بنعمل حاجه اسمها اعاده بناء. انا يمكن عامله استئصال كلي والدكتور بتاعي قال لي باللفظ كده زي ما دخلتي بهيه هتفضلي بهيه. يعني ايه؟ يعني في كذا نوع من عمليات البناء بتتعمل في دول اوروبيه كتير، بيعملوها هنا في بهيه برضو فور فري مجانا. انا يمكن من الحالات اللي عامله ريكونستراكشن من الظهر، نقل العضله بالجلد بكل حاجه، فده بيحسسني ان انا لسه بهيه فعلا.
البحار اللي في التلفزيون وكده. فانا بقول لاخويا ايه رايك؟ قال لي، قلت له عايزين نروح نكشف في بهايم. قال لي حاضر تعالى نروح نكشف. قلت له ولا اعلانات؟ قال لي مش عارف. قلت له طب معلش هنروح بس ايه نكشف وكده. قال لي بصي انا هوديكي بهايه وهنكشف. قلت له هياخدونا كده على طول؟ قال لي اه هياخدونا. قلت له طب نجرب. فجه اول ما جه ادونا رقم وقالوا لنا اتصلوا بقى على التليفون التاني. اتصلت بعد 20 يوم بالظبط، بعتوا لي اتصلوا الاستاذه فايزه تعالى. قلت لها لا ده العمليه بقى ايه. جيت وصلت هنا اول ما دخلت لقيت عملوا لي الكشف وقالوا اطلعي خدي عينه واطلعي اعملي اشاعه وطلع كله 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 في نفس اليوم. فانا يعني بقول لاخويا ايه ده، هو احنا في مصر؟ قال لي اه. قلت له لا اصل بصراحة ربنا انا مش مصدقه. بعد ما كده قالوا بعد 20 يوم هتسمع ايه يعني الخبر بتاع العيان. استنيت هم قالوا 20 25. اتصلوا بي قبل الميعاد بكام يوم، قالوا لي الاستاذه فايزه عايزينك هناك عندنا. قلت لهم ماشي حاضر. رحت جايبه اخويا وجيت اول ما كده ربنا يبارك لهم يكفيهم شر المرض ويرضيهم في صحته. قابلوني اللي طبطب واللي اقعد يا ماما وده. قلت لا في حاجه. المهم الدكتور قال لي بقول لك ايه، لو في حاجه لا مؤاخذه يعني ايه معطبه بايظه كده نشيلها عشان ننجي الجسم منها، ايه رايك؟ قلت له اه يا دكتور بس انت شايف ايه؟ قال انا شايف في خلايا سرطانيه بس هنشيل حته صغننه كده من الزبي. قلت له حته صغننه؟ قال لي اه. قلت له طب ايه رايك؟ قدر الله ما شاء فعل، انا هنام وهاخد بنك. قال لي ايه؟ قلت له شيل اللي انت عايز تشيله براحتك. قال لي ايه الطعامه دي؟ والله انت جدع. قلت له شيل اللي انت عايز تشيل. قال لي بص عشان اجيبها لك من الاخر، ايوه احنا هنشيل بس انا كنت بوصلها لك، ده انت اللي اديتيني دعم. في ايه؟ شفت ان انا عندي كانسر كان بصدفه يعني عادي، ما تعبتش ما حصلليش اي حاجه. خدت كل اجراءاتي ان انا بره يعني انا بهية مش في خيالي زي ما قالت طنط، هي بهية اعلان يعني ما كانتش في خططي اصلا في البلان ان انا هاجي بهية. مرتبه العمليه بره مع اكبر دكاتره، ناس مش هاثقه اللي فيهم، مستشفيات مش هاثقه اللي فيها. كانت عمليتي يوم الحد. يوم الخميس جالي تليفون من اختي قالت لي سهى ممكن في واحده بتقولي ممكن تجربي تروحي بهية. قلت لها لا اكيد بالحجز وبحث حال بهية ايه تتكلمي في ايه، ده العمليه يوم الحد. قالت لي طب عشان خاطري. فصاحبتي دي كلمة يعني كانت في نفس المكالمه قالت لي بصي كان يوم الخميس وعمليتي يوم الحد بره. قالت لي طب هما بيقعدوا لحد الساعه 5. قلت لها معقوله؟ قالت لي اه. كلمت فعلا المستشفى قالوا لي اه احنا بنقعد بالليل يعني ممكن تتفضلي. جيت قالت لي انت مش حاجزه يعني مش عامله كل سنه. قلت لها طب انا كل اللي انا طالباه بس ان بصي الشياكه يعني انا بجد بجد يعني هختصر جدا لاني انا فعلا حاسه مش في مصر. انا جوزي كان بيتعالج في لندن، كنا بنروح بنقعد ويتنج ليست في العياده وفي لندن بريدج هوسبيتال وبنقعد بالساعتين حتى احنا رايحين على ميعادنا مع الدكتور برضو في ويتنج ليست. انا اقسم بالله انا بالنسبه لي بهية هي ماي كومفورت زون. انا فعلا بحس ان انا يوم ما ببقى متضايقه في البيت انا باجي هنا. مريت بمراحل العلاج كانت فيها حاجات صعبه وحاجات سهله، بس فعلا في روح الست بهية ربنا يرحمها يا رب فعلا محاوطه كل مكان. يعني فعلا بنروح البيت بتحس ان هي ماشيه معانا. الحمد لله اخذت العلاج وعملت العمليه وكمان عملت عمليه تجميل اعاده بناء. حسيت ان كل حاجه رجعت زي ما كانت او اقرب للطبيعي خلينا نقول. حسيت ان انا اتولدت من جديد. انا فخوره جدا ان احنا عندنا مكان زي بهية في بلدنا. وحابة ان احنا نكون كلنا قنوات خير نعرف كل الناس ان السرطان مش مرض مميت. انا خفيت الحمد لله. انا معتزة وليا الشرف ان انا محاربة واميرة من اميرات ومحاربات بهية. عايزة اقول لكم ان انا سعيدة جدا 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 ان انا موجودة هنا. وانا جاية بصراحة ما كنتش متخيلة اني حابة مبسوطة كده. أول ما دخلت وشفت كل الناس الموجودة سواء كانوا ناس متطوعين أو ناس بتشتغل هنا أو
يعني اي واحده من المرضى الموجودين. حسيت بسعاده كبيره جدا. عارفه يا امي زمان لو يرجع هعمل ايه، كنت هوفر كل اللي عليا صرفتيه، مصاريف اكلي ولبسي وشربي كنت هشيلها في خزنة قلبي علشان اجي في يوم زي ده وعالجك فيه. امي 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 مهم جدا في الوقت اللي احنا فيه ده في الدنيا انك تكون انسان، انك تكون بني ادم. وده تقريبا الهاجس اللي كل يوم بحاول ان انا اعلمه لنفسي عشان اعرف اعلمه لزين ابننا. الزمان اللي احنا فيه ده الانسانيه هي المفروض لو يصح الاول يعني تبقى الديانه اللي كل الناس تدين بيها، مسلم مسيحي ايا كان ملته ايه، انك تبقى انسان، انك تحس بالبشر اللي حواليك. ده هي من داي وان، من اول يوم باشمهندس ماجد كلمني وتشرف ان هو كلمني عشان نتشرف بالزيارة للصالح الجميل ده. من اول يوم وانا حاسس ان اللي هاجي الاقيه هنا هيحرك جوايا حاجات كتيرة جدا، برغم ان انا مش عايش التجربة اللي كارمن عايشاها يعني. ربنا يشفي الجميع ويقوي المحاربات شبه طنط فايزة وشبه حضرتك وشبه الناس اللي اتكلمت. ازازة مايت زمزم هنستأذن كارمن ومصطفى النهار مش حاسه ان انا فعلا يعني في مكان مش عارفه، يعني انا بقيت بحس اصلا انه الخير قل في الدنيا، بس هنا انا حاسه ان في خير كتير جدا، وحاسه ان في انسانيه كبيره وناس كلها بتحب بعض وعايزين يعني عايزين دايما يخلوا بعض مبسوطين وسعداء، ومحسسيني اصلا ان مفيش حاجه، يعني ان هم جايين هنا يعني يقعدوا مع بعض ويتكلموا ويهزروا، وان هم مش جايين علشان العلاج ولا مرض ولا اي حاجه. ف انا في قمه سعادتي بجد ان انا جيت هنا. هم فكروني بجدتي، يعني لما لقيت في محاربات يعني قاموا يتكلموا فكروني بجدتي علشان هي جدتي مريضة كانسر، فيعني دموعي خانتني بصراحة، بس مبسوطة بيهم قوي. ويا رب يا رب كل اللي ربنا يعني يبتليه بمرض زي ده يبقى نفسيا وجسديا ومعنويا وكل حاجة يبقى كويس قوي علشان يقدر ان شاء الله ينتصر على المرض. يا ريت كل الستات في مصر ما يكسروش وينزلوا يكشفوا، مش هيخسروا حاجة، بس علشان يعني الكلام اللي انا سمعته يعني انه الكشف المبكر بيبقى يعني احسن بكتير، وبيبقى نسبة الشفاء بنسبة يعني اكتر من 98%، فدي حاجة احسن ليكوا، فلازم تعملوا كده. بطلب من اي حد انه يزور المكان ده، اللي يقدر يدعمه باي شكل لازم يدعمه. مش بكلمك من منطلق ان انا اتأثرت بان انا بالمحاربات العظيمات اللي كانوا موجودين، يعني مكان محترم جدا اداريا وانسانيا، وده الاهم بالنسبة لي في اي حاجة خاصة بعلاج الناس، انه الجانب الانساني يبقى هو اعلى حاجة. المقابلة ازاي لطيفة، مش بينا احنا، طبيعي جدا يقابلك طالما انت جاي تزوره في مكانه انه يقابلك حلو بتاع، بس اللي انا شفته
على هامش الزيارة من مقابلة الناس للمحاربات اللي جاية تعمل كشف مبكر واللي عندها مثلا عملية واللي بتتابع وهكذا، قمة في الإنسانية والجمال. مكان الطابع بتاعه خيري، فده الطبيعي انه يحصل، بس لما بيحصل وبتشوفه وخصوصا انه في بلدك بيخدم أمي وأختي وبنت خالتي وكل امرأة عظيمة في حياتنا، أنا شايف أنه واجب على أي حد أنه يدعم المكان ده. أنا مبسوط جدا وسعيد جدا بدعوتهم ليا أن أنا أبقى موجود أنا وكارمن، وأشكرهم جدا على الدعوة الكريمة. إحنا في بهية عندنا قناعة كاملة بأهمية الدعم النفسي للمحاربات، فدايما بندعو الناس اللي إحنا بنحبهم والمحاربات بيحبوهم عشان يدعمونا نفسيا ويبقوا سفراء لينا. فالنهاردة كانت دعوتنا للفنانة المحبوبة كارمن سليمان والملحن مصطفى جاد زوجها علشان يجوا يزوروا بهية ويتعرفوا على المكان، يبقوا إن شاء الله سفراء لينا في المستقبل. وطبعا إحنا بنشكرهم جدا على الزيارة وعلى الدعم اللي ادوه للمحاربات وعلى قبول لهم انهم يبقوا سفراء لينا، وان شاء الله دايما يبقى كل فنانين مصر امثال كارمن سليمان في ظهر بهية، لان بهية دورها لكل ستات مصر. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة أنه في ناس كتير مش بتقدر تعمل نظام دايت أو نظام رجيم غير لما بيبقى فيه عوامل مساعدة، يعني هو ما يقدرش يصحى من نفسه كده يقرر يحط لنفسه نظام أو يقلل من أكله أو يبقى عنده الإرادة عالية غير لما يجيب حاجات تساعده. من أهم العوامل المساعدة أنه يقدر ياخد حاجات، سواء يعني حبوب أو حاجات يشربها أو حاجات زي الألياف أو كده، علشان تقويه على فكرة الشبع يعني أو أنه ما يجوعش يعني. إحنا بشرفنا النهاردة دكتور محمد تركي، مدرس مساعد كلية الصيدلة وأحد أعضاء الفريق الطبي بشركة أورجانيكا جروب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. قولي بقى إيه العوامل المساعدة اللي ممكن أنتوا تكونوا بتقدموها للناس عشان تساعدها على فكرة أنها تعمل دايت؟ طيب، في الأول بس أنا حابب أقول إن فكرة الدايت دي هي فكرة شاقة على أي حد، يعني مش المصريين بس، يعني أي حد في أي حتة في العالم فكرة إن أنا أبدأ أعمل دايت دي يعني بالنسبة له مصيبة. في ناس بتبدأ الدايت النهاردة وتنهي بكرة، يعني خلاص هي بدأت النهاردة وعملت دايت وقضت يوم جميل وما كلتش فيه، تاني يوم بقى إيه تبوظ الدنيا. طيب المشكلة دي بدأوا الناس اللي يعني الأطباء أو الصيادلة أو كده بدأوا يتجهوا لطرق عشان يخلوا المريض ينقص وزنه بطريقة فعالة وغصب عنه، يعني زي ما بيقولوا. فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يدولوا أدوية. الصيادلة أو الدكاترة بدأوا يوصفوا أدوية. طب الأدوية دي بتعمل إيه؟ لا، دي الأدوية دي بتعمل إيه؟ دي بتدخل جوه الجسم تشتغل على المخ عشان تشتغل على السنتر او المركز بتاع الشبع اللي في المخ عشان يدي احساس للجسم ان انت شبعان. في الحقيقه ان ده شبع وهمي، ده مش شبع حقيقي، لان انت المعده بتاعتك ما اتملتش، انت مخك اللي مدي اشاره للمعده انها ايه؟ انها اتملت، ولكن هو ده الحقيقه بتاعتها انها ما اتملتش. تمام. طيب، هل دي بتنقص الوزن فعلا؟ لقينا انها بتنقص ساعات الوزن، طبعا على حسب الجسم وعلى حسب وعلى حسب وعلى حسب، ولكن لقينا معاها اضرار جانبيه كتير جدا. ليه؟ لان اي دواء اي منتج يعني دوائي بيبقى فيه جزء كبير جدا كيميائي. الدواء نفسه الماده الفعاله بتاعته بتبقى ماده كيميائيه. طب الماده الكيميائيه دي بتعمل ايه جوه الجسم؟ دي انا مش عايز اقول لك بتدمر الجسم. بتعمل لي اعراض جانبيه، يعني زي ما بيقولوا لا حصر لها. اولا على المخ، ودي مشكله كبيره لانها بتعمل اكتئاب، بتعمل هياج، بتعمل عصبيه، بتعمل حاله نفسيه مش حلوه. يعني هو اي نعم هو بيخس، مع ان على فكره اللي بيخس ده مفروض حالته النفسيه تبقى حلوه. تمام. يعني انا لو بنزل في الوزن طبعاً. انا مفروض ابقى فرحان وابقى مقبل وبزود، بس بيكتئب شويه كده من كتر ما بيبقى قاعد في وسط ناس وبيبقى نفسه ومش قادر ياكل. نفسه ياكل. هو ده اللي انا عايز اوصله. وفعلا هي دي، يعني دي مهمه جدا، وهو ده اللي انا يعني بتكلم عليه في الالياف الطبيعيه. الالياف الطبيعيه مش هتحرمك من الاكل،
هي مش هتحرمك من الاكل خالص ولا هتشتغل على المخ، بل بالعكس هي عادي خالص، بتاكلها بتنزل في المعده، بتشرب وراها الميه كوبايتين ثلاثه ميه، بتبدا تنفش في المعده، فبتقلل لي المكان بتاع المعده، الحيز بتاع المعده. يعني احنا لو اعتبرنا كده كيس، جايبين كيس وبنحط فيه حاجات، الكيس يقدر يشيل كام حاجه؟ خمس حاجات، انا حاطط فيه ثلاث حاجات مثلا، يبقى ناقص لي حاجتين. هي دي نفس المعده بالظبط، انا كيس، المعده دي كيس انا بحط فيها اكل، حطيت فيها ثلاث تفاحات وهي بتشيل خمس تفاحات، يبقى ناقص لي ايه؟ تفاحتين اقدر اكلهم. وهي دي نفس فكره الالياف بقى، بتعمل ايه؟ بتدخل تشربي الميه كوبايتين ثلاثه ميه، تبدا تنفش جوه المعده، تسيب لي حيز او مكان قليل جدا لو انا عايز اكل اي حاجه ثانيه. طيب يعني كده انا عايز اسال سؤال يمكن ما سالتوش قبل كده في موضوع الالياف ده، هل الالياف ممكن تخلي الناس تاكل الاكل اللي هو بيتحرموا منه في العادي طبعا. في الرجيمات العاديه يعني طبعا. مثلا يقدر ياكل حته جاتوه، يقدر ياكل شوكليت، يقدر ياكل محشي بالزبط. يعني هي دايما الفكره في زياده الوزن، هي دايما فكره زياده الوزن هو الانكريز في الانتيك. يعني ايه الانكريز في الانتيك؟ يعني ان انا مش باكل حته جاتوه واحده، لا انا باكل ثلاث اربع حتت على مدار اليوم. انا مش باكل رغيف عيش واحد، لا ده انا باكل خمس ست رغيف على مدار اليوم. وهو ده اللي بيخزن سعرات حراريه زياده جوه جسمي. انما انا لو باكل رغيف واحد، عمري ما هتخن. ليه عمري ما هتخن؟ لان الجسم هيحرقه. ده غير ان انا لو بمارس رياضه او بمشي او الديلي موشن بتاعي، يعني الحركه العاديه في اليوم هتبدا تحرقه. المشكله عندي ان انا باخد كميات كبيره من نفس الحاجه. وهي دي بقى الفكره في الالياف، انا هخليك تاكل وات ايفر اللي انت عايزه، اللي انت عايزه هتاكله، بس بكميات ايه؟ قليله جدا. فالجسم هيبدا ايه؟ يحرقها. ده يعني بالعكس، الدراسات الجديده كلها اثبتت ان الالياف بتزود قدره الجسم على الحرق. ليه؟ لانها منتجات طبيعيه 100% كلها من النبات، وعشان هي طبيعيه 100% بتؤدي الى زياده حركه الامعاء طبعا، وبتؤدي الى زياده حركه الحرق في الجسم كتوتال. تمام. هتقولي بقى الريشيبنج وان انا اظبط بقى جسمي واخلي بقى شكله وكده، ده لازم بقى نعمل كمان معاها، لو عملنا معاها رياضه، يعني لو قدرنا نعمل رياضه مع نظام صحي عادي جدا، بنام 8 ساعات والكلام ده كله، هبدا اوصل بقى لشكل الجسم المثالي زي ما بيقول. انما انا بتكلم على انقاص وزن، فانا بظبط الاكل. بظبط الاكل ازاي؟ ان انا بقلل كميات الاكل اللي انت بتاكلها. ازاي؟ عن طريق استخدامي للالياف. تمام. بالمره بس، يعني انا حابب اقول انها بتتاخد مرتين في اليوم. يعني انا ممكن اخدها قبل الغداء، ممكن اخدها قبل الغداء بتلت ساعه، واخدها قبل العشاء بتلت ساعه. بتتاخد ويتشرب بعدها ميه كتير؟ لازم نشرب ميه. ليه؟ قد ايه؟ الفكره في ايه؟ الفكره ان الالياف ديت بتحب يعني بتمتص الميه، ومش بس الميه، في الياف ذائبه وفي الياف غير ذائبه. الالياف يعني الاثنين، في منهم بيمتص الميه وفي منهم ما بيدوبش بس بيمتص الزيت، الزيوت يعني. وهي دي بقى الميزه، ان انا عامل كومبينيشن، يعني عامل تجميعة ما بين الالياف اللي بتدوب واللي ما بتدوبش عشان تقدر تمتص لي الميه. موجودين كلهم في نفس الباكت؟ في نفس الباكت. فهي دي فكرتها، ان انا لازم اشرب وراها كوبايتين ثلاثه ميه عشان تبدا تمتصها فتكبر في الحجم. يعني انا جايب، يعني لو ينفع. طيب انتوا جاي انت جايب نوعين الياف بالظبط كده، لان دي حاجه برضو خطيره جدا. الناس يعني سوري في الكلمه بيضحك عليها بالمسميات. يعني اي حد بيطلع يقول لك انا اورجانيك، انا طبيعي، انا كده. لا، هنا في اورجانيكا لا، كله طبيعي 100%. انما اي منتج تاني بيدعي ان هو مثلا في، انا كل منتجاتي طبيعيه، انا فحبيت يعني اعمل تجربه كده ايه، توضح يعني فرق الطبيعي زي ما بيقولوا من الايه الصناعي او الارتفيشال. وازاي الناس تعرف تفرق بين ده وبين ده؟ دي مهمه جدا عشان ما تتخدعش. تمام. يعني عشان تبقى عارف، انا جايب معايا هنا منتج وات ايفر يعني اسمه طبعا، بفتحه عايز اجربه على الميه عادي، على نفس كوباية المية اللي أنا هعمل عليها الألياف بتاعتي. بنفس الكميات، بنفس كل حاجة. يعني إيه؟ ما فيهاش أي حاجة. طيب. وهبدأ أهو. تمام. أنا حطيته الباكت كله وهبدأ أقلب. لو هي ألياف، لو هي ألياف طبيعية هتعمل إيه؟ إحنا زي ما قلنا الألياف بتحب المية، بتحب تمتص المية. بتمتص المية وبتبقى عاملة زي الجيلي كده. بالظبط كده، ما هي زي مثلا إيه، أقول لك مهلبية حاجة. الإسفنج. لما تحطيها على مية مش بتمتص المية وتتقل كده، تبقى صحيح كده شوية. نفس الفكرة. إنما هنا بصي، أنا عايز أوريكي، أنا بقلب. بقت زي العصير، زي التانك. أنا طبعا مش هينفع أقلب الكوباية، لأنها لو قلبتها يعني إيه؟ عصير. هتقع مني كلها. بالظبط كده، وعصير. طيب ازاي في الياف وازاي ما قدرش حتى يمتص جزء من الميه حتى؟ يعني انا مش هقول لك يمتص الميه كلها، لا ده انا هقول لك يمتص جزء حتى من الميه. انا هسيبه لغايه اخر، يعني اخر الوقت يمكن يعمل اي حاجه شوي. ولكن هنشوف. طيب هنشوف بقى الايه، الالياف الطبيعيه لما تبقى طبيعيه 100% زي ما بيقولوا، ما فيهاش اي اضافات، ما فيهاش اي حاجه كيميكال،
خلاص هبدا احط كده الكوبايه بتاعتي وهبدا اقلب. انا عايز اقول لك من قبل يعني من قبل ما اقلب انا اول ما حطيتها على الميه بدات تاخد الميه كلها. انا هفضل اقلب كده ممكن يعني ايه في خلال ال 20 ثانيه كده زي ما احنا شايفين. خلاص كده هي اتحضرت جاهزه للاكل جاهزه للاستخدام. وعايز اقول لك بقى ايه يعني شايفه الفرق؟ دي مهمه جدا ان انا عندي الياف هنا بتقدر تمتص عندها قدره على امتصاص الميه والدهون. على عندها قدره على امتصاص الميه والدهون وديت اللي يفرق انها طبيعي طبيعي طبعا. كلها منتجات طبيعيه 100%. عشان كده كل بيتخدعوا بكلمه طبيعي دي يعني اي حد يقول لك انا حاجه طبيعيه. طيب والحبه اللي في الكوبايه دول معقوله يشبعوا قد كده يعني؟ يشبعوا جدا. ليه؟ لان الفكره في ايه بقى زي ما قلنا ان انا بعد ما باكلها بشرب وراها اللي هي كوبايتين لثلاثه ميه. طبعا هي الميه كده كده يعني ريكومندد يعني ينصح بانك تشرب مثلا لا يقل عن 15 كوبايه في اليوم. ايه رايك بقى؟ 3 لتر من 3 لتر. بنتكلم 3 لتر على حسب 3 لتر دي على حسب البادي ماس اندكس بتاعك. يعني ايه؟ يعني على حسب وزنك وطولك. انما هنقول مثلا 3 لتر ميه، ما هو 3 لتر ميه هتلاقيهم في حدود ال 10 12 13 كوبايه. طيب انا اصلا ده الطبيعي يعني ده المفروض عشان وظائف الكلى وعشان اليوريا وعشان وعشان وعشان. طيب هنا انا بشرب 3 كوبايات ميه عادي جدا بعدها اول ما يعني بعد ما باكلها. هي كده كده بتعطش يعني ايه زي اكله اي اكله عاديه بتشربي وراها ميه. فبتبدا الميه ايه تنفش. الفرق بقى ايه هنا ايه؟ انها ما فيهاش زي يعني هي ما فيهاش ولا كالوري بالظبط كده. انا ما بدخلش الجسم ولا كالوري في نفس الوقت بشبع الجسم. في نفس الوقت ما بدخلوش بدخله زيرو جرام فاتس يعني مفهوم ما فيش دهون خالص بتدخل معايا. خلاص. وبمناسبه الفاتس ديت او بمناسبه الدهون هي عندها قدره عاليه جدا على اذابه الدهون او امتصاص الدهون زي ما بنقول. هي امتصت الميه اهي صح عندها قدره برضو على ايه امتصاص الدهون على امتصاص الدهون. وانا برضو يعني لو برضو ينفع انا يعني حابب ان انا اوري للمشاهدين ايه نخلي دي انا بس ديت لسه ما زالت قعدت اقلبها من هنا لايه لبكره ما فيش. طيب انا جايب معايا الزيت بتاعنا انا جايب معانا الزيت عادي خالص وعايز احط شويه اهو حطيت شويه هنا واحط شويه هنا ماشي تمام كده ازود كمان شويه هنا عشان ايه. طيب انا في الكوبايه دي انا حاطط كميه زيت اقل يعني انا حاطط كميه زيت قليله تمام كميه الزيت شايفاها قد ايه قليله جدا. طيب في الكوبايه هنا انا مزود الزيت شويه حاطط كميه اعلى شويه اكتر خلاص عشان اجرب الايه الالياف الفرق بين دي ودي. انا بقى مش هجرب كمان بس الفرق بين يعني احنا جربنا بس الايه الالياف الاول هي طبيعيه ولا لا. طب لو هي كيميائيه لو هي كيميائيه انا عايز اعرف هي هل بتفيد او هل فعلا بتمتص دهون ولا لا. في كتير جدا يقول لك الكبسولات التخسيس كبسولات التخسيس او ادويه التخسيس اللي هي تابلتس يعني قراص او كده. انا عايز اقول انها يعني خدعه كبيره جدا ان هو يقول لك ان قرص هتاخده عشان ينزل لك الدهون. ده يعني ده يعني لازم نبقى ايه عارفين بس نفرق الـ 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 الصح من الغلط. مش اي حد يقول لك ايه خد القرص ده عشان يدوب دهون او خد القرص ده عشان تخس تمشي وراه. فانا النهارده جايب مش جايب كبسوله واحده. هو المفروض مثلا الجرعه بتبقى ايه كبسوله يوميا او كبسولتين يوميا. تمام. لا ده انا مش جايب كبسوله واحده ده انا جايب 3 كبسولات من من وات ايفر برده الحاجه من 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 وات ايفر الحاجه اللي انا بتكلم فيها 3 انا جايب 3 كبسولات خلاص عشان نبينهم. طبعا هتقولي لي هتحطها ازاي؟ انا جايب كبسولز ليه؟ عشان اقدر افك الكبسوله نفسها وافرغ المحتويات اللي جواها. هو عشان بس الناس تبقى فاهمه والكبسول دوت هو بيبقى غطاء بيدوب جوه المعده عشان تطلع عشان تطلع الماده الفعاله جوه. تمام. فانا هقدر اعمل ايه؟ انا عايز اشيلها واحطها على ايه؟ على نسبه الزيت القليله. على نسبه الزيت القليله احطها على نسبه الزيت القليله هفكها كده انا فكيتها يعني وايه؟ وهكب اللي فيها كله. ماشي. انا كبيت كده كل اللي فيها. تمام. هيبقى دي واحد. بعدها هكب واحده ثانيه ده مش واحده بس بقى يعني هو اصلا ما ينفعش واحد ايه يستخدم 3 4 ما ينفعش في اليوم يعني طبعا لان كده انت الكليه والكبد يعني ما خلاص دي الثانيه وهي دي الثالثه. انا تمام. فرغت الثلاث كبسولات تماما عليهم. عايز اقول لك ان هم بيطفوا على الوش مش قادرين حتى يعني مش عارف اقول لك ايه مش قادرين حتى ينزلوا تحت يعني مش قادرين يخترقوا طبقه الزيوت دي او طبقه الدهون دي. في حين بقى ان انا هجرب انا باخد زي ما قلنا جرعتين جرعه قبل الغداء وجرعه قبل العشاء صح كده؟ هجرب بقى ايه الياف بقى طبيعيه انا ببدا اكلها قبل الغداء وقبل العشاء عشان اشوف هتعمل لي ايه
في الدهون بتاعتي. طيب تمام. ده مثلا جرعة قبل الغداء هحطها وهسيبها، حتى مش هقرب منها، مش هاجي جنبها خالص، مش هتقلبها ولا هقلبها ولا اعمل اي حاجه، هي كفيله انها تمتص الحاجه. انا بقلبها امتى؟ لما بجهزها عشان اكلها. انما هنا الزيوت دي، طب هتقولي الزيوت دي جايه منين اصلا؟ الزيوت دي يا اما هي متراكمه جوه جسمك، هي بدات تخترق، هتبدا تاخدها، بصي هتخترقها كله وهتبدا تنزل، وبتنزل المفروض انها بتنزل في عمليه الاخراج بقى في الاخر بقى بعد ما خلاص، ما هي مصت كل الزيت او مصت اللي تقدر عليه من الزيت. من الزيت طبعا انا بمشي على الجرعه دي، على الجرعات دي لمده شهر عشان تديني نتيجه كويسه جدا، من 6 ل 10 كيلو بينقصني في الشهر، لازم امشي شهر كامل على الموضوع. طبعا بعد ما بتمتص الزيوت تبدا تنزل في عمليه الاخراج بطريقه طبيعيه جدا. طب انا كده ايه استخدمت؟ تقع اهي صوروها. طبعا هتبدا تخترق الزيت وهي نازله او وهي بتتحرك، بتبدا تمتص الزيوت. خلاص. طيب انا هل باخد جرعه واحده؟ لا، ده انا باخد الجرعتين قبل العشاء كمان، فهعتبر ان انا كملت اليوم. هاتوا الحته الكبيره اللي بتقع دي. ده لسه انا هعتبر ان انا كملت اليوم، وايه وهكمل يومي العادي واخد بالليل الوجبه الثانيه بتاعتي. هنا بقى انا خدت الايه اللي هي قبل العشاء. صح كده، وببدا اشوف تأثيرها على الدهون هتعمل ايه. انا عايز اقول لك ان مفيش انسان طبيعي يعني بياكل كل الدهون دي او كل الزيوت دي يوميا، صعب جدا ان انت تقدري تاكلي يدخل لك الكميه الكتير قوي من الزيوت او الدهون دي يوميا، صعبه. لا، ناس كتير بتعمل كده يعني، بس النظام اليومي بتاعي يعني ممكن مثلا عشان الغداء بيبقى فيه مثلا، وعشان كده اللايف ستايل مهم، ان انا ابعد عن الزيت عن السمنه عن الملح عن السكر، كل الحاجات دي مهمه جدا، المشروبات الغازيه طبعا، كل الحاجات دي عوامل مساعده بتقدر تنزلني. كنت حضرتك سالتي في اول الحلقه يعني دي مهمه برضو العوامل المساعده. لا طبعا انا لازم اهتم باللايف ستايل بتاعي. انام 8 ساعات، انام بدري، ما اكلش بالليل متاخر، يعني انا باكل بالليل متاخر الجسم يعني النظام اليومي بتاعه مش بيلحق يحرق، فبيضطر يسيبه لتاني يوم، فبيتراكم سعرات حراريه اكتر. دي حاجات كلها مساعده ان انا اقدر اخس. خلينا ناخد معانا اتصال من باسنت. الو، السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا باسنت، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا مدام دعاء؟ الحمد لله تمام. قولي لي انت خدتي جربتي ايه بقى؟ جربت الالياف الطبيعيه. انت كان وزنك كام؟ كان وزني 150. ونزلتي ولا ما نزلتيش؟ لا، نزلت 8 كيلو. 8 كيلو في وقت قد ايه؟ في شهر. كويس قوي، 8 كيلو في شهر. عملتي ايه بقى؟ خدتي الالياف وكلتي ايه معاها؟ ايه انا نزلت اكلي طبعا، ويعني وحسيت ان انا مش عايزه اكل خالص، يعني بقيت كويسه، يعني نسبه الجوع ده قلت خالص. وبقيت احسن يعني الحمد لله. كنت بتعاني من اي حاجات يعني؟ ركب وجع يعني، كنت بتعاني من اي حاجه نتيجه السمنه؟ لا الصراحه، لا اصل انا لسه سني صغير، فما كانش عندي مشاكل في الحاجات دي، بس انا يعني بس جدع انك لحقتي نفسك بقى في السن الصغير. بس انا بحاول من زمان، بس يعني بتخن بخس واتخن تاني، بخس واتخن تاني، بس يعني ايه، قلت بقى اجرب الالياف يمكن ان شاء الله ما اتخنش تاني. طب الحمد لله يعني. الحمد لله. عايزه تخسي كام كيلو؟ انا نفسي ابقى يعني اخس كتير صراحه، من 150 يعني نقول 80 مثلا. الصراحه نفسي ابقى 80 كيلو قوي. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كملي وزني بس، وايه يعني ما تبطليش النظام اللي انت بداتيه. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي، شكرا ليكي يا باسنت. معانا ام فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه حضرتك. اهلا، ازيك يا ام فؤاد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي انت كنت كام كيلو؟ انا بصراحه بشكركم جدا على المنتج بصراحه. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي انت كنت كام كيلو؟ انا كنت 94، بس انا يعني طولي قصير. فطبعا بالنسبه لي الوزن ده كان عالي جدا. طبعا. وغير كده كان مؤثر معايا في المشي، وظهري بيوجعني. اما اجي امشي ظهري يتعوج جامد، ما ببقاش قادره. طبعا. في 9 ايام خسيت 3 كيلو. في 9 ايام؟ مشيت مع دكاتره ريجيم كتير، ما كنتش بقدر اكمل. يعني ما بقدرش على الريجيم، رغم ان انا ما باكلش كتير، بس انا مشكلتي باكل على جوع. بتاكلي ايه؟ مشكلتي باكل على جوع. بتجوعي نفسك قوي فبتاكلي كتير. الدكاتره يقولوا لي انت مشكلتك انك بتاكلي على جوع. فما بعرفش ان انا اقف، ما بعرفش افرمل، طالما جعانه خلاص. طيب الالياف دي شبعتك يعني؟
جدا جدا جدا. انا في اوقات ساعات ما بتعشيش كويس قوي، ولو تعشيت هي كوبايه زبادي. ودي كفايه بالنسبه لك؟ اه لا الحمد لله بقيت اشبع. طيب حلو قوي، يعني 3 كيلو في 9 ايام ده معدل كويس جدا. الحمد لله الحمد لله. شكرا ليكي يا ام فؤاد، شكرا لمداخلتك. معدل كويس 8 سواء 8 كيلو في شهر او 3 كيلو في 9 ايام. هو ما هو ده اللي كنت لسه بتكلم فيه، انا بخس من 6 ل 10 كيلو في الشهر. طبعا ممكن على فكره ممكن تخس اكتر، يعني على حسب قابليه الجسم وعلى حسب النظام اللي هي ماشيه عليه كمان. انا يعني على فكره انا ما بسيبش، يعني دايما ما بنسيبش اللي قدامنا، لا ده احنا كمان بندي نظام غذائي وبندي وبنقول يعني يعمل وما يعملش عشان تبقى الحكايه مكتمله، عشان زي ما قلتي كده حضرتك لازم ايه العوامل المساعده على نجاح ايه عمليه انقاص الوزن. احنا عايزين نشوف الصوره. اه طبعا يعني هي خدت كل الزيت لما بتاخدها وتنزل. اه وفعلا انا عايز اقول ان الطبقه هنا حتى طبقه الزيت لو لاحظتوا طبقه الزيت اللي فوق مش موجوده. اه دي قلت عن اللي يعني خلاص دي بتختفي. صحيح يعني لو سبتها شويه هتختفي عندي. دي اللي هي ايه اقل اصلا. لا دي بقى لسه الكبسوله لسه موجوده فوق. الكبسوله موجوده. اه ما هي يعني تقريبا ما مش عارف اقول لك ايه، مش كبسوله واحده على فكره، دول ثلاث كبسولات موجودين فوق. انا ليه اعرض نفسي لمخاطر الاعراض الجانبيه؟ مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه، عشان بس نبقى يعني متفقين، انا كصيدلي مفيش دواء ملوش اعراض جانبيه خلاص. فانا ليه اعرض نفسي لاعراض جانبيه ملهاش اي لازمه، في حين ان انا قدامي حاجه طبيعيه من النبات من الفاكهه وفي نفس الوقت بتحسسني بالشبع المرغوب فيه، اللي ان انا انقص وزني بطريقه امنه. تمام. يعني انا بنصح اي حد ان هو لو عايز يعني ينقص وزنه او عامه في اي حاجه انه يتجه للمنتجات الطبيعيه. يعني ما يفكرش كتير، هي اول حاجه المنتجات الطبيعيه طالما هي افكتيف وشغاله وبتنزل في الوزن فعلا بملاش لازمه اي حاجه تانيه. طيب انتوا المنتجات الطبيعيه موجوده على صفحه على الفيسبوك، صفحه الفيسبوك طبعا. اه اسمها اورجانيكا جروب طبعا. اه منتجات طبيعيه، هي جايه من كلمه اورجانيك. اورجانيك دي يعني حاجه عضويه. اه تمام. لما بيقولوا بتبقى كلها منتجات طبيعيه 100%. ودي يعني ده اللي العالم كله بيتجه ليه دلوقتي دايما، ان هم يشوفوا حاجات طبيعيه عشان الاضرار بتاعه الحاجات الكيميائيه والادويه بقت اكتر من نفعها. جميل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور محمد تركي مدرس مساعد بكليه الصيدله واحد اعضاء الفريق الطبي بشركه اورجانيكا جروب، شكرا جزيلا. شكرا. منورني. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.